سلام عليكم وبركاته، معكم ام كامل او محمود كامل. ايوه الشباب، زي ما قريتم في العنوان انا فعلا رقمي اتوزع على كل واحد بيتفرج عليا. فعزيزي عزيزتي المشاهد، لو انت بتتفرج عليا ولسه رقمي مش معاك، عادي اكتب لي في الكومنتات وما تقلقش، رقم هيكون عندك او ممكن كمان ازوره لك على الشاشه. بس قبل ما نبدا يا شباب، ما تنسوش تضغطوا لايك على المقطع ده وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا زر التنبيهات وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وخلونا نبدا. طبعا في يوم من الايام يا شباب، خلاص بس افتح الجاكيت كده تمام. في يوم من الايام يا شباب وانا كنت قاعد بلعب لعبه جراني عادي جدا، فجاه جراني اتصلت عليا على الواتساب، وانا كام كامل الذكي رحت فاتح الموبايل قدامكم طبعا كل حاجه، ما بخبيش عليكم حاجه يا شباب، يعني انا عمري ما خبيت عليكم حاجه الصراحه. فرحت جاي فاتح الموبايل كده وانا كده شباب بريء، طفل بريء كده شاب، بفتح الموبايل وفجاه رقم يظهر قدامكم وانسى اشيله في المونتاج. فطبعا يا شباب ما استغربتش جدا، ولقيت اكتريه الناس اللي خدوا الرقم مش مثلا بيكلمني هو بس، لا ده ممكن يدي الرقم لخمسه سته كمان. مسحت واتساب مره، مسحت واتساب مرتين، تلات مرات، اربع مرات، واللي لسه ما يعرفش الفيديو. اوكي انا قلت لكم فيديو جراني، فاكيد انتوا هتروحوا على فيديوهات جراني دلوقتي وتدوروا على رقم. ما تتعبش نفسك على ذات المشاهده، في اخر فيديو النهارده هبعت لكم الرقم وريح دماغي وريحكم معايا. طبعا اللي مش متابعني على الانستجرام، الانستجرام بتاعي اللي قدامكم ده بنزل فيه حياتي اليوميه والشخصيه، وكمان اي حاجه بتحصل معايا على اليوتيوب بنزلها هناك على طول. فكل لايك هتعمله زي ما انت شايف الانستجرام ده، هتلاقي اول لينك تحت في الديسكربشن انستجرام. خش لو انت ما عندكش اكونت اعمل اكونت واعمل لي فولو واعمل قلب على كل الصور، وتعالى كلمني في الخاص ونتكلم مع بعض عشان تتفرج على الستوريات اول باول. ويلا يا شباب، طبعا كل اللي عايز اقوله لكم ان انا this is my mobile، ده الموبايل بتاعي. اوكي استنى اوريكم، دي الخلفيه بتاعتي، ده محمود ابو شنب، هو مش باين قوي بس فلتر يا شباب، فاهمين فلتر تظبيطه كده. المهم يا شباب، الواتساب بتاعي انا عندي اتنين واتساب تمام. الواتساب الاساسي في واتساب انا بستخدمه على طول، وفي واتساب انا بستخدموش اصلا. فاللي انا بستخدمه على طول اللي انتوا خدتوه. اوكي انا دلوقتي محطوط في امر واقع او في موقف ان انا لازم اتكلم معاكم، ان انا ما اتكلمتش معاكم فانا يا اما ارمي الخط وكده، وانا مش عايز ارمي الخط لان انا بحب الرقم ده قوي قوي قوي، ومن ساعه ما وعيت على الدنيا والرقم ده، مع اول ما بابا جاب لي خط جاب لي الخط ده. فزي ما انتم شايفين يا شباب، انا بس اوديكم، والله مش عايز اخبي الارقام مش عارف اخبي الارقام ولا. اوكي انا اوريكم من بعيد كده، شايفين شايفين كل دي ارقام، ممكن تنزل بقى للصبح انت كده تمام. كل دي ارقام، يعني انا تعمل داونلود تعمل تحميل وتعمل ريفريش تلاقي الارقام بتفضل تنزل، ممكن تعمل سكرول كده لحد بكره مثلا او بعد بكره. فتخيلوا كل دي ارقام تمام. فالنهارده قررت ان انا افتح معاكم الرسائل بتاعت المتابعين، وكمان هخفي الارقام او هخفي، احاول انا اسجل واحد منهم مثلا لو فاتح منهم وانا بكلمه دلوقتي، ونحاول ان احنا نتكلم معاه ونشوف يعني رده فعله تبقى عامله ازاي لما الاقي مكمل بيكلمه كده وداخل معاه في موضوع، وهو اصلا يعني ملوش علاقه بمكمل، او اول مره يشوف مكمل، او مش اول مره يشوف مكمل، اول مره يتكلم مع مكمل بعيد عن اليوتيوب. طيب في اخر واحد كان بيكلمني، اوكي اخر واحد كان بيكلمني، تعالى اوريكم دقيقه، خبي الرقم تمام عشان ما ينفعش برضو ايه نزل رقمه. زي ما انتم شايفين متصور معايا اهو، يا رب تكون باينه. كان لقيته في ماكدونالدز وطلب الرقم بتاعي، فاكيد مش هقول له لا، قلت له اتفضل خد الرقم، وقلت له الرقم شغال واتساب بس بكلمه بكل صراحه. طيب ده واحد تاني بيقول لي الو لو انت محمود رد تمام، يعني اوكي الرقم ظهر. الرقم ده عادي جدا ما فيهوش اي حاجه على فكره، بس هي الفكره كلها زي ما انتم شايفين اهو تمام. بيقول لي الو محمود، ازيك يا محمود، استنى ما فكرتش انه يمكن انت ما تكونش محمود. الله اعلم بقى لو انت محمود، انا مستنيك ترد. محمود هاي مكمل، ينفع ترد بليز؟ قلت له نعم، قال لي اوه رديت شكرا بحب. قلت له بحبك انا كمان، وكمان نبعت له ستيكر كده شباب قال وشكرا ليك جدا. طبعا يا شباب عايز اقول لكم ان من اكتر الحاجات اللي بتفرحني ان انا مقابل حد فيكم في الحقيقه واتصور معاه وكده، ما بحسكش غريب عليا، بحسك ان انت طالما تعرفني يعني انت اخ ليا، يعني انت واحد من جيش مكمليون، يعني انت واحد بيدعمني، فببقى عايز اديك حضن كده محبوسه كده فاهم، انت اللي هو بحبك يا اخي. المهم يا شباب سيبكم من ده كله، فحاليا انا يعني الفتره دي بقى ايه، عايز اعمل لكم حاجه جديده كده فاهمين ازاي. بس المشكله ان انا كمحمود يعني بكبر كده فاهمين ازاي، فعشان بكبر فمحتاج ان انا اطور، فما ينفعش اعمل لكم كل حاجه شبه بعضها. فالنهارده قررت اقول لكم كل حاجه على الواتساب بتاعي من اللي انتوا بتكلموني بيها. فدلوقتي شباب هنستنى واحد منهم يفتح اونلاين، او اللي هو يفتح الموبايل بتاعه اونلاين ويبدا ان هو يتكلم معايا. عايز اقول لكم ان حتى في ناس كنت بكلمها ممكن ما تعملش حظر مش عارف ايه. شباب انا ما بعملش حظر حد، انا ممكن اسيب الرساله بس ما اعملكش حظر، يعني هو حسب سؤالك عامه. يعني انت بتقول لي على طول ما اعملكش حظر، طب انا ما اعملكش حظر على اساس ايه؟ يعني انت عملت لي ايه عشان ما اعملكش حظر؟ يعني عادي احنا ممكن نبقى اصحاب وممكن نتكلم مع بعض، بس الفكره كلها في الاسئله اللي انت بتسالها. انت ممكن تقول لي طول اليوم ازيك عامل ايه؟ بس تعمل فيديو النهارده بس، فلا خلينا اصحاب كده فاهم، فرفش كده. المهم يا شباب خلينا نشوف تاني.
مكمل. لو بتحب ربك وبتحب امك كلمني، ما تعملش بلوك. لو ما بتحبهمش مامتك ولا ربنا ولا باباك هتعمل لي بلوك ومش هتكلمني. طب انا دلوقتي اقول ايه؟ انا عملت ايه ده كله؟ المهم يا شباب، انا لحد دلوقتي على فكره الساعه 5:55 النهارده. زي ما انتم شايفين النهارده ايه؟ النهارده السبت الشباب، الساعه 5:55 بعد الفجر، تمام؟ يعني اللي هو الصبح يعني. فاكيد مفيش حد منهم فاتح. انا كنت مستني ما حد فيهم يفتح، فشكلي هستنى كام دقيقه كمان او هنستنى شويه نص ساعه كده ولا حاجه لحد ما فيهم يفتح، نسجل رقمه ونقعد نتكلم معاه. يا رب بقى يكون حد عاقل كده وكده يعني نتفاهم معاه شباب ونشوف ايه اللي هيحصل. اوكي بالله عليك رضا. اوكي في 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 ناس اوكي تعالوا اوريكم ده. شوفوا ده حاطط صورة ايه؟ صورة مين دي؟ اوكي يا رب تشوفوها بس. اوكي حاول اوريها لكم. صورة جراني، كلنا عارفين جراني دي، صورة جراني. ايوه جراني. طب انت حاطط صورة جراني ليه؟ تعالوا اوريكم بعت لي ايه. تعالوا اوريكم، استنى اخدها سكرين تمام واوريها لكم حالا. اوكي شوفوا بعت لي ايه. بالله عليكم ركزوا في اللي هو بعته لي، يعني شوفوا دي من الارقام اللي انا ما بكلمهاش، يعني ببقى خايف وفي نفس الوقت مش عارف اعمل ايه. اوكي يلا شوفوا. هاي تمام. اوكي بعت اهو هاي، ورن مرتين وكتب لي سوف هقتلك. سوف هقتلك مش سوف اقتلك، سوف هقتلك. تمام. بعد كده الشباب راح رن مره وبس، ما بعتش تاني بعدها تمام. وحط صوره جراني، يعني انت يا مان جراني، انت جراني، انا صدقتك وخايف منك. لا والله العظيم، بس هو عسل جدا الشباب. اللقطه اللي عملها دي خلتني كتبت له شكرا ومش عارف ايه، واتكلمت معاه بس على الواتساب التاني. طبعا لما حد بحب اتكلم معاه باخد رقمه من هنا وبتواصل معاه هناك عشان نبقى اصحابه كده تمام. في تاني ممكن اقول لكم على فكره، المقطع ده انا عامله كده عشان بحبكم، فطلع اتكلم معاكم شويه واوريكم حاجه من اللي بتحصل معايا كل يوم، وكمان برضه ايه فكره فيديو كويس. طيب واحد حاطط صوره جايك، ايه يا محمود عامل ايه؟ اوكي انا كاتب له الحمد لله تمام. بحبكم جدا والله، في كومنتات وفي في حاجات حلوه قوي. اوكي مين تاني اوكي في ناس انا عاملها حظر تمام، في ناس انا عاملها حظر. طيب هقول لك ليه انا في ناس عاملها حظر. طبعا انا بكلمكم انتوا كاخواتي، بس انا بقول لكم الصراحه، يعني عامه انا ببقى قاعد بصور، ببقى قاعد بعمل اي حاجه، مره واحده الاقي الموبايل رن مره اتس اوكي، مره كنسلت، رن الثانيه اوكي برضه يعني عادي، رن الثانيه الثالثه. طب خلاص اقوم داخل قايل له مثلا ايه، انا بصور وبعد كام دقيقه برن ارد عليك عادي، مفيش مشكله، ما عنديش مشكله برد والله. فبعد دقيقتين ثلاثه ارن ثاني، يوم بعد دقيقتين ثلاثه بالظبط، يعني ما استناش مثلا زياده، يعني انا اكيد في التصوير ممكن اتاخر شويه بتاع، لا دقيقتين ثلاثه بالظبط يوم راني. طب انا والله لسه مخلص، استنى على شويه كمان، يقول لي حاضر استنى شويه، مش شويه يعني هي دقيقه بالظبط. رن 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 رن. انا كامل الصراحه مش هكذب، بعمل حظر بالصراحه، يعني انا ما بكذبش عليكم الصراحه. يعني تخيل كده، هو موضوع مش مزعج ولا موضوع في اي حاجه، بس هي المشكله كلها ان انا فاهم ان في ناس مثلا سنها صغير، فانا لازم ابقى واخد خطوه ان انا ايه معاه واحدة واحدة، فأنا ببقى معاه واحدة واحدة لحد الآخر ملاقيني اتعصبت يعني، والله العظيم مبقاش. بس الصراحة يعني بفك الحظر شباب وبقول له ما تزعلش مني وبرن عليه وكده، بس أنا بعمل حظر عشان المكالمات بس. طيب خلونا نكمل. إيه ده، في واحد فتح. أوكي في واحد فتح أوكي في واحد فتح. أوكي نتكلم معاه. يلا بينا. بصوا بقى يا شباب، أنا دلوقتي أنا لقيت زي العسل الصراحة، قررت أنا أسجله. زي ما أنتم شايفين سجلته إيه؟ المتابع القمر تمام. هو الموبايل ملحوش حبتين بس مش مشكله، فدايا على فكره. انا باكل بمسك الموبايل، بمسك الكيبورد، انا باكل اي، ما عنديش اي مشكله تمام. بس انتوا اوعوا تعملوا زي انتوا، اهم حاجه اغسلوا ايديكم بعد الاكل وقبل الاكل، ويا ريت يعني لو تمسحوا بكلينكس او اي حاجه وبعد كده تمسكوا الموبايل وامسحوا الموبايل كمان، يعني تعملوا ازاي. فزي ما انتم شايفين متابع قمر لسه بعت لي حالا، يعني كامل كان قاعد بيكلمني، بعت لي من شويه وقلت لكم ان هو فتح وبعت لي تاني. طيب زي ما انتم شايفين وحاطط صوره ايه؟ اللي هيقول له حاطط صوره يكتب تحت في الكومنتات، اللي عارف مين ده يكتب تحت في الكومنتات. اوكي خلينا نعلي لكم الاضاءه، وانا موت الاضاءه ليه كده، وانا خايف على الاضاءه ليه. اوكي شايفين مين ده؟ هو ملحوس حبتين والله، بس استنى اهو حمود حبيبي. اوكي بعت لي يقول لي يا ام كامل هقول له نعم. شوفوا احنا هنتكلم مع المتابعين النهارده ومعاكم، وهنشوف يعني ايه الكلام اللي هم بيتكلموا معايا، يا ترى يعني ممكن يطلب مني ايه؟ او ممكن مثلا في وقت حتى الساعه 6 الصبح، يعني انت المفروض يعني انت يا اما رايح مدرسه والنهارده السبت يعني مفيش مدرسه، فانت رايح فين؟ خلونا نشوف. هقول لك على حاجه، وات ما تدينيش بلوك خش قول لي
ده بيقول لي هقول لك على حاجه وما تدينيش بلوك والنبي. طب يا ترى هيقول لي ايه يا شباب؟ شكلها حاجه مهمه جدا وشكلها حاجه ايه انا اعجب بيها. احلف. بيقول لي احلف والله ما هديك بلوك يا عم، والله اهو شايفين بحلف له شباب ان انا مش هدي له بلوك. انا عمري اصلا انت محسسني يا جدعان ان انا اي حد بيكلمني اخش اديه بلوك في ايه في ايه؟ بيقول لي طيب اوكي طيب الحمد لله وصدقني الحمد لله صدقني. هيقول لي بقى على حاجه المهمه، حاجه مهمه. طيب خلينا نشوف. اوكي بيكتب. اوكي قبل ما يكتب بقى يا شباب ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه الزر الاحمر تحت في الديسكربشن، تحت في الديسكربشن اللي تحت قبل الديسكربشن وما بين الفيديوهات تحت الفيديوهات تحت في الزر الاحمر ده او هنا او هنا وكلمه اللايك بس. يلا اوكي. مره جيت اصحى من النوم زي اي واحد في الدنيا. اوكي بعدين بيقول لي مره جيت اصحى من النوم زي واحد في الدنيا. اوكي يلا نقوله بعدين. وات طب ما اي حد في الدنيا بيصحى من النوم. اوكي اجي الحاجه اللي عايز اقولها لي. خلونا نكمل، خلونا احنا معاك للاخر. بص انا النهارده جاي عشان امسك متابع هتكلم معاه لحد اخر حلقه النهارده. خلونا نشوف بس هو عايز ايه وايه اللي هو عايز يقوله لي، هنعرف ايه اللي هو عايزه وممكن نروح لواحد تاني. اوكي وبعدين بقى يعني انا مش فاهم يعني انت دلوقتي صحيت من النوم هو كان عايز يقول لي من الاول ما ادلوش بلوك. حاضر بلوك انت كده خطيت النص احنا بقينا اصحاب تمام. بعد كده بيقول لي مره جيت اصحى من النوم زي اي واحد فجاه لقيت سبايدر مان ماسك في ايده العنكبوت اللي عض. او ماي جاد يا ابن اللعيبه. اها لا يا شباب شايفين بيقول ايه؟ بيقول لي فجاه لقيت سبايدر مان ماسك في ايده العنكبوت اللي عضه فبيقول لي خليه عضك. يعني ايه دي يعني انت دلوقتي سبايدر مان جايب لك عنكبوت عشان يقرصك او يعضك ويخليك انت كمان عنكبوت؟ اوكي وبعدين تمام. اوكي خلونا نفهم يا شباب، خلونا نفهم الشاب داخل جميل جدا، جميل قوي 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 قوي، انا مبسوط جدا منك. اوكي يا شباب خلونا نكمل ونشوف يا ترى هيقول ايه تاني. يعني اوكي ففرحت جدا وات وانبسط ان العنكبوت هيقعد ويتحول سبايدر مان. هو الصراحه اي حد حتى انا حاطط صوره الباك جراوند بتاعت البي سي هنا سبايدر مان وخليت العنكبوت يعضني. اوكي يعني كده شباب المعنى من كده ان صاحبنا اتعض. يعني هو المفروض دلوقتي سبايدر مان، احنا دلوقتي ما بنكلمش متابع، احنا بنكلم سبايدر مان القمر مش متابع القمر. والله العظيم يا شباب يعني بجد جامد. بعدين طلع لي عضلات وات. لا دي بقى من وحي خيال يا شباب اقسم بالله. تخيل كده يجي لك سبايدر مان. اوكي وبعدين استنى نكتب له وبعدين عشان يكمل ونتكلم معاكم. اوكي تخيلوا يا شباب يجي له سبايدر مان ويدي له سبايدر ويقول له خد خليه عضك. فانت كواحد عايز تتحول لسبايدر مان هتقوم مخلي العنكبوت يقرصك. فبعد كده بيقول لك فرحت جدا وانبسطت. وبعد ما هو بيفرح وبينبسط خلى العنكبوت خلى العنكبوت يعضه وبعدين طلع له عضلات. يعني هو دلوقتي المفروض ان هو بيكلمني وهو معضل المفروض يعني. ورحنا لمهمة عشان نجي على اشرار. نايس ديم. اوكي خلاص كتب له ديم. اوكي يا شباب كتب له ديم زي ما انتم شايفين هو اللي بيكتب ده كله. والله العظيم انا ما اعرفش مين الصراحه. اوكي بس خلينا نكمل ونشوف هو بعدين يعني عايز ايه. اوكي خلينا نشوف. بس الصراحه حلو يعني هو لحد دلوقتي يعني كويس يعني ما بيقولش حاجه غلط على فكره وهو عسل الصراحه. عارفين لو في الاخر قال لي ان دي قصه او قال لي ان دي حاجه واسمعها من حد او كده بجد انا هنبسط قوي وهعرف ان هو بيتكلم معايا عشان احنا بقينا اصحاب. طيب ولقينا هالك وهو متعصب ومش في وعيه. هو يا شباب ساعات هالك بيبقى مش في وعيه ومتعصب. هو متعصب بس بيبقى مش في وعيه ازاي؟ يعني ممكن يتحول يضرب اي حد؟ الصراحه دي انا ما اعرفهاش الصراحه، فاللي يعرف يكتب لي تحت في الكومنتات دلوقتي. اوكي وبعدين اوكي خلينا نشوفه بعدين. لا هالك متعصب. سبايدر مان لا هالك متعصب. اوكي وقام قاعد يضرب فيه. اوه ماي جاد خناقه هالك وسبايدر مان وكمان المتابع القمر كانوا الثلاثه بيتخانقوا مع بعض واحنا بنهرب على المبنى. اوه ماي جاد يا شباب احب بتخيل كده واحد بيتفرج عليا او حد من الناس اللي انا بحبها اللي بيتفرجوا عليا العنكبوت قرصوا مع سبايدر مان على كتفه وقاعدين بيطيروا كده وقاعدين بيضربوا دامن والله واحنا بنهرب من على المبنى. لا انت بجد انت مش صاحي بجد. يعني ايه الكلام القمر ده؟ اوكي وبعدين اوكي ولحد دلوقتي مش تمام. ففجاه لقينا ايرون مان ده اللي هو اوكي انا افتكرت جه في بالي اتنين ايرون مان وايرون جولم ف كده الاسم اتلخبط معايا شويه بس ايوه عارف جاي يساعد بيتر باركر. بيتر باركر ده اتوقع اللي هو بتاع سبايدر مان صح؟ اه وبعدين ازاي لا جامد الصراحه لحد دلوقتي هو الشاب جميل معانا لحد دلوقتي. خلونا نكمل ونشوف. واداله البدله الخارجه بتاعته. اوكي دقيقه ايرون مان ده اتوقع اللي هو الرجل الحديدي صح؟
اه الخارقة مش الخارجة، البدلة الخارقة. تمام. اوه شباب، يعني هو قصده دلوقتي ان صاحبنا اللي هو بيتر باركر كان محتاج مساعدة، فمين اللي جه يساعده؟ الايرون مان. الايرون مان ده طبعا كلنا عارفين الايرون مان اللي هو الرجل الحديدي، راح عشان يساعده فاداله البدلة الخارقة. فاللي هو دلوقتي انت تمام ايرون مان اوكي اتس اوكي. وبيتر باركر اداني البدلة دام والله العظيم انا مش عارف اعمل ايه. بيتر باركر اداني البدله بتاع شايفين اهو، بيتر باركر اداني البدله بتاعته وبعديها مره واحده اوكي هيقول مره واحده يقول حاجه شكله يقول حاجه قويه دلوقتي هيقول حاجه قويه صدقوني. لقينا ثانوس جه وجيش النجوم السحري. او ماي جاد شباب، او ماي جاد ازاي انت ازاي كده؟ ازاي انت كنت واقف وسط الابطال الخارقين ديت وما تهزتش يعني؟ وفجاه هيقول حاجه، هيقول حاجه مفاجاه يعني. جيش ثانوس جه ومعاه جيش بتاعه تمام. كل الخارقين دول في نفس المكان. لقينا الافنجرز اوكي الافنجرز دول اتوقع ان هم الابطال الخارقين الافنجرز. ايوه ايه اللي هيحصل بقى؟ يتخانقوا مع بعض؟ ما تقوليش بالله عليك، ما تقوليش ان هم يتخانقوا مع بعض يعني بجد انا مخرج برضه. الابطال الخارقين، ايوه ما انا عارف اوكي ان هو الابطال الخارقين اوكي اقول له ما انا عارف، انا بقول له مين، انا بقول كتبت لهم افنجرز بسرعه. ايوه عارفهم. ولقيناهم دخلوا في بقى. واو يعني تخيل كده ثانوس مع هالك والايرون مان ضد هالك وهالك ضد سبايدر مان، ولقوا مش كده وبس ومعاهم المتابع عمال داخل ضرب وعبد السبايدر مان، يعني هو واحد برضه سبايدر. يعني في عندنا هنا النهارده في الحلقه بتاعه المتابع وبتاعه المكمل ان هم شباب في كده اتنين سبايدر مش سبايدر واحد. اخر فيلم هم عملوها واخر جزء بتاع المسلسل ده اتوقع كان في 3 سبايدر، هنا مفيش غير اتنين بس اللي هو المتابع وسبايدر مان عادي اللي هو بيتر باركر. طيب وكان في الافنجر ثور وكابتن امريكا وناس كتير، يعني كانوا كل الابطال الخارقين موجودين وفي ناس كتير جامد. وبعدين وايه اللي حصل؟ اوكي وفجاه وعمل عمال وفجاه بص كل حاجه وفجاه جامد. وايه اللي حصل؟ كان عايز اشوف بقى بعد فجاه ايه اللي حصل. لقينا دكتور سترينج طلع من السماء. ايه دكتور سترينج ده؟ صدقني ما اعرفش دكتور سترينج مين. دكتور سترينج مين دكتور سترينج ده يا شباب؟ انا اول مره اعرف حد اسمه دكتور سترينج. مين دكتور سترينج؟ اتوقع ده ابو بدله صفراء واللي هو ابو ايد ده وقرع مش عارف مين الساحر. دكتور سترينج ايوه اللي هو بيفتح البوابه كده. ده استنى بيعمل ازاي كده؟ اوكي كده اتوقع يعمل كده يفتح البوابه. ايوه ده انا عرفته تمام. دكتور سترينج ده بتاع بيتر باركر اوكي تمام، بتاع اللي هو السبايدر مان عامه. طيب يا ده انت بقى سبايدر مان بجد بقى، ده انت سبايدر انت تاخدني معاك. لا والله حلو. وكان معاه اتنين سبايدر مان تاني. ايه ده مننا؟ بيقول لي كان معاه اتنين سبايدر مان كمان مننا. عارفين كده معناها من ايه؟ معناها ايه؟ ان المتابع سبايدر وفي سبايدر كان الاساسي وفي اتنين سبايدر، يعني الجزء اللي جاي هيبقى فيه 4 سبايدر وفيهم واحد من المتابعين. جامد يا ريت تقولهم ان انا امكامل، يا ريت تقولهم في الفيلم ان انا امكامل صاحبك يا ريت. يعني بقينا 4 بيتر باركر. واو بس انا اقوله بالله عليك قول لهم عليا عشان بحبهم. شايفين يا جماعه كلهم كده موجودين بيضحك. والله انت مبسوط، والله انت عسل، اقسم بالله انت زي العسل. يعني تخيل انت قاعد معايا لحد دلوقتي انا قاعد بسالك اسئله، حتى يعني انا مستغرب من نفسي ان انا قاعد ده كله بسالك اسئله والصراحه مش كده وبس. يعني انت الاسئله اللي بترد عليها يعني لذيذه قوي الصراحه. يعني بجد انت بتتفرج على المقطع ده، انا مش عارف الاكونت بتاعك ايه بس انت عارف الصوره بتاعتك طبعا. عايز اقول لك ان انت عسل جدا الصراحه بجد عسل. وفجاه ابص جنب الاقي ان الافنجرز خلصوا الحق. الابطال الخارقين خسروا يا جماعه. طب مين اللي فاز؟ عايز اقول لهم مين اللي فاز. طيب مين اللي فاز في وسط الاشرار دول كلهم؟ يعني في وسط الابطال الخارقين وفي وسط الاشرار وفي وسطك انت كمان، يعني عايز تعطي المشاهد انت كمان سبايدر. لو عنكبوت عضك هتحول سبايدر على طول يعني. بهزر على فكره. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا بقول له مين اللي فاز عشان ننهي الموضوع على طول. وانا قررت وانا ودكتور سترينج والثلاثه بيتر باركر نقتل الباقيين. ديم هو
وتلاتة سبايدر مان، يعني أربعة سبايدر مان راحوا هم ودكتور سترينج قتلوا كل اللي موجودين في المكان، دخلوا فيهم دي خلصوا عليهم. اوكي، واكتشفت انه انا عندي قوة غير اي بيتر باركر. ايه هي؟ اوكي الشباب طلع مختلف، طلع من قصص المتابعين دي حلو قوي والله. ممكن نعملها سلسلة شباب، حطوا لايك على المقطع ده ونخش كل شهر كده نمسك متابع نسمع منه قصة زي دي حصلت معاه وبتحصل معاه. بيقولك ايه؟ انه انا بطلع كهربا صفرة ورعدة زي صور. او ماي جاد، ازاي انت سبايدر مان وبتطلع كهربا؟ نايس. اوكي بص انا اقول بقى حاجه اخيره عشان نقفل معاه الموضوع ده. ينفع تيجي تاخدني توديني الجامعه يا سبايدر؟ يا شباب ده راح قتل ثانوس، قتل ثانوس يعني. اوكي اخر حاجه شباب، قلت له تعالى ينفع تيجي تاخدني توديني الجامعه بما انه سبايدر يا شباب، يعني اكيد 100% ممكن يطير على الحيطه ياخدني على كتفه يوديني الجامعه. فا يلا خلينا نشوف هيرد يقول ايه. اوكي اكيد هيقول ان دي قصه وان هو بيهزر وكده وده مش حقيقي. اوه ده عامل نفسه بقى ان هو، شايفين الايموجي ايوه عامل نفسه. اتوقع ان هو يقول لي قصه وينهي الموضوع على كده، لان الشباب يعني خلاص يعني اكيد مش هيجي يعمل حاجه زي كده، واكيد ان هو بيهزر اكيد. مفيش الكلام ده، مفيش حاجه، كل ده اصلا خيال وكل ده يعني مجرد افلام. بص انا هقول لك على حاجه تمام، بس ما تدينيش بلوك. اوكي يا شباب شفتوا بقى اللي انا بقول لكم عليه اهو. اوكي بيقول لي اقول لك على حاجه بس ما تدينيش بلوك، خلينا نكمل ونشوف ايه الحاجه اللي عايز اقولها لك. ما عندناش مشكله، اتس اوكي. خلونا نشوف هيقول ايه. اوكي انا مستنيه بيكتب على فكره. انا كده هسجل رقمه يا شباب، مش هشيل رقمه ولا اعمل اي حاجه، ورقمه يفضل موجود عندي. انا كل كلامي هزار بس حبيت احكي مع حد. كان لازم يحكي معايا الصراحه، على فكره ضحكني واكيد ضحكني. ف لا انا نفسي ابقى بطل خارق. لان انا نفسي ابقى بطل خارق. يا اخي انت بقيت بطل خارق قدامنا كلنا، احنا دلوقتي صدقنا ان انت سبايدر مان، لو بتتفرج على المقطع انت بطل خارق، اوعى تشك في نفسك لو اللحظه. يو والله كيوت يا جماعه. فا اوكي اقول له سلام بقى دلوقتي. يا رب يا شباب والله كيوت. طيب كل شهر ان شاء الله هناخد واحد من المتابعين او كل اسبوع ونتصل عليه ونعمل لكم حلقه مميزه كل اسبوع، ممكن في رمضان برضه لو عملنا منها سلسله. بس وصلوا المقطع ده اكبر عدد لايكات، وما تنسوش تشتركوا في القناه ومشتركين وتفعلوا زر التنبيهات. وبس وقد جعل خير الله، مقطع سريع ومقطع ممتع الصراحه وانا مبسوط منه جدا. فما تنساش الاشتراك وما تنساش اللايك. السلام عليكم. بيس اوت. مش مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مش مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. مش مليون.